إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، تخيل لو يعني راجل أعمال جاله صفقة عمر قول ب$200 مليون مثلا، وهو رايح هذه الصفقة وهو بيفكر بقى ان الصفقة دي هتفرق في دنيته قد ايه، وهتفرق في حياته قد ايه، وهتفرق في ترتيبه وسط مليارديرات الدنيا قد ايه، فجأة وهو في الطريق جاله أزمة قلبية، جاله ذبحة صدرية. طبعا لا يمكن حد عاقل يتصور ان هو يكمل الطريق لهذه الصفقة. اتنقل المستشفى، دخل العناية المركزة، وقف السكرتير بتاعه بره قدام العناية المركزة، يجي التاجر اللي كان بينه وبينه صفقة ب$100 مليون يقول له ده صفقة ب$100 مليون، يقول له لا يمكن، ده هيموت اهم من ملايين الدنيا كلها. يجي قرايبه، ده كان فيه عزومة في الغدا بيننا وبين بعض، مش ممكن ده هيموت. يجي واحد صاحبه، ده كان فيه معاد بيننا وبين بعض، مش ممكن ده هيموت. مهما كان الاشياء مهمة، ده ازمة قلبية يا اخوانا. كل حاجة يبقى ان تتوقف لحد ما الراجل ده يعدي مرحلة الخطر. كلنا واحنا داخلين رمضان في أزمة قلبية، كلنا قلوبنا في أزمة، كلنا علاقة قلوبنا بربنا في أزمة، كلنا علاقة قلوبنا بكلام الله وبكتاب الله في أزمة. الوقت يا أخوانا احنا في أزمة قلبية. الموضوع أخطر من انك تلتفت عن رمضان لأي شيء، الموضوع أخطر من انك تلتفت عن رمضان لأي صفقة دنيوية، لأي انشغال مهما كان. نحن في رمضان وقف لله تعالى، احنا في رمضان في عناية مركزة، محتاجين ان احنا نشوف قلوبنا، محتاجين ان احنا نتدارك انفسنا، محتاجين ان احنا نتعلق بطوق النجاة اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسله لينا. يعني ضرب مثل فاستمعوا له، قال لك زمان كان في بلد من البلاد كل ما يتعين حاكم ليها يقولوا بعد سنتين يقولوا اتفضل اطلع بره. طب البلد دي من جوه عمار، انما بره البوابة بتاعتها غابة وخطر وصحراء ووضع مهلك. فكل ما يجي حاكم سنتين يبقى باشا، سنتين يحكم البلد وبعد كده اتفضل اطلع بره هنجيب حاكم تاني مكانك. فجم بعد موت حاكم، مفيش حد راضي يمسك البلد، مفيش حد راضي يبقى والي. ليه سنتين ويطلع بره؟ يروح فين في الغابة اللي بره ديت؟ فواحد وافق انه يمسك الحكم، ومن اول يوم مسك في الحكم بدأ يبني نفق من القصر يعدي من تحت المدينة لحد بره المدينة، وبدأ ياخد معاه اعوان، وكل يوم يخرج شوية يعمر شوية بره المدينة دي، يزرع شوية بره المدينة دي، يبني شوية بره المدينة دي، يمهد شوية، يصلح شوية بره المدينة دي، لحد ما بعد سنتين قالوا له مع السلامة بره خلاص. في قمة الفرح خارج بره المدينة، بيفتحوا الباب على اساس هيخرج على خرابة، هيخرج على صحراء، هيخرج على خيابة، لقوه خارج على جنة اجمل مليون مرة من المدينة اللي هو كان عايش فيها. مين فينا حفر النفق يا جماعة؟ مين فينا حفر النفق ده؟ مين فينا او رمضان بيديك نفق تقدر تعمر؟ انت في يوم من الايام هيتقالك بره، في يوم من الايام هيتقالك اوت بره الدنيا، مكلبش فيها، ماسك فيها، متمسك فيها، هيتقالك بره خلاص.
كل واحد فينا في لحظة من اللحظات بيطلع له كارت احمر من الدنيا دي، ممنوع انك انت تبقى موجود فيها بعد كده. يا ترى فينا ناس مشغولة انها تعمل النفق اللي اتعمر بيه اليوم اللي هيتقال لها فيه خلاص الدنيا بتاعتك خلصت، ولا كل واحد فينا لسه مشغول باللي جوه المدينة، وساعة ما يتفتح البابا في الاخر هيصدم لما يشوف الخرابة اللي مستنيه برا. اخواني واحبابي في الله، ونحن في شهر رمضان، رمضان ممكن يرفعك وممكن يضيعك، رمضان ممكن يرفعك وممكن يضيعك. يعني ممكن يرفعك؟ طب ماشي، انما ممكن يضيعني؟ رمضان ممكن يضيعك. رمضان ده النبي دعا على مسلمين لحقوا رمضان ولكن ما استثمروش الاستثمار المظبوط، وسيدنا جبريل اللي وقف له على المنبر، النبي طلع على المنبر سيدنا جبريل وقف له لحد ما النبي عليه الصلاه والسلام يأمن على دعاء جبريل. رمضان ممكن يرفعك وممكن يضيعك. الصحابي اللي ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمت الصلاة أو صليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته، وصمت رمضان وقمته، صمت رمضان وقمته، صمت بالنهار وقمت بالليل، يعني وصلت الليل بالنهار بالعبادة في رمضان، فأين أنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إن الإسلام بني على خمس: الشهادتين والصلاة والصوم والزكاة والحج. فعادي يعني النبي كان يقول له أنت في الجنة، لأن الراجل يعني قال الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام بيقوله للصحابة عادي. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: مع الصديقين والشهداء. مع الصديقين، يعني رمضان لو هو الفرق بين ده وبين حديث بني الاسلام على خمس كلمة وقمته، وصمت رمضان وقمته، ان شهر رمضان ركز في العبادة فيه رفعوا لدرجات الصديقين في الجنة. فرمضان ده اسانسير ممكن يرفعك لدرجات الصديقين، ممكن يرفعك لدرجات الصديقية في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مع الصديقين والشهداء. ورمضان ممكن يضيعك برضو. ازاي؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام حشد الصحابة، صحابة التفوا، النبي طلع المنبر عشان يقول للصحابة الكلام اللي جمعهم من اجله، لقى سيدنا جبريل في وشه بيقول له: بعد بعد، يترمي في جهنم والعياذ بالله. من ادرك رمضان، زي واحد كان راح يلحق القط قال لك لحقته، ادرك رمضان، ادرك الفرصة، لحق رمضان، ربنا اداله فرصة انه عاش ورمضان موجود، ان جاء عليه ووسل معافى رمضان. بعد من أدرك رمضان ولم يغفر له، قلت أمين. يعني رمضان العاصي فيه مش بس بيضيع، ده الغافل فيه كمان بيضيع. يعني رمضان مش بس اللي بيضيع في المعصية، والغفلة كمان بتضيع في رمضان. يعني رمضان ده أسانسير ممكن يطلعك في أعلى درجات الجنة وممكن ينزلك في والعياذ بالله في جهنم. رمضان يا إما يرفعك يا إما يضيعك. إخواني وأحبابي في الله، عايزين نتوب في رمضان. ونحن النهاردة يوم 6 رمضان، يوم 6 رمضان ديت يعني عدى لحد دلوقتي حوالي يعني 10-12 فرصة تعتق من النار. يا ترى اتعتقت ولا لسه؟ يا ترى اعتقت ولا لسه؟ يا اخوانا الطالب الشاطر لا يمكن تجيله بعد شهر من الدراسة تلاقيه لسه ما فتحش كتب، تلاقيه لسه ما شدش حيله. الشاطر شاطر من اولها، المتفوق متفوق من اولها، ابو بكر من اول يوم ابو بكر، عمر من اول يوم عمر. يبقى الانسان الواعي في رمضان من اول يوم مجتهد، من اول يوم بيعمل ضربة بد. يا ترى كم واحد فينا الوقت اعتق رقابته من النار، وكم واحد فينا لسه بيقدم رجل وبيأخر رجل؟ عايزين نتوب اخواننا. بص يا اخواني، لما تتدبروا في القرآن الكريم، لما نتدبر في كتاب ربنا، تلاقي ان القرآن بيكلمك عن ثلاث نماذج من البشر، تلاقي ان القرآن بيكلمك عن ثلاث انواع من البشر. نوع فصل للطاعة، يعني ايه؟ يعني نوع داس بنزين في طريق طاعة ربنا سبحانه وتعالى، اجتهد في طريق طاعة ربنا سبحانه وتعالى. والقرآن ده يصور لك النوع ده، ويصور لك خد ايه وكسب ايه وفاز بايه. النوع التاني اللي فصل للمعصية، قلبه جامد والعياذ بالله، جاب مارشنير وقام دايس بنزين، فبدل ما يطلع لقدام قاعد يرجع ورا، زي قول الله: ثم ادبر يسعى. ادبر جاب مارشنير، يسعى قام دايس بنزين. فكل ما بيدوس بنزين كل ما بيبعد، زي بالظبط كده واحد عايز يروح اسكندرية قام موجه العربية ناحية أسوان وقام دايس بنزين. فكل ما بيدوس بنزين كل ما بيبعد عن الغاية بتاعته. هو ده العاصي والعياذ بالله، هو ده العاصي، عامل زي اللي حامل في جنين ميت كده، هينزل هينزل، قصة خلصانة. يبقى النوع التاني اللي فصل بس للمعصية،
اللي خد قرار بس بالمعصية والقرآن بيكلمك ده هيحصل له ايه في الدنيا وهيحصل له ايه في الاخرة. النوع الثالث وده معظم الناس للأسف الشديد، النوع اللي لا تلاقيه قوام بالليل ولا تلاقيه بيقع في زنا، اللي لا تلاقيه صوام بالنهار ولا تلاقيه مرابي ومرتشي، اللي لا تلاقيه مجتهد في الدعوة الى الله ولا تلاقيه من اللي بيحاربوا ربنا لا زولا. النوع الثالث ده النوع اللي واقف في النص، النوع اللي حياته عادي واحد ماشي كده وخلاص، له فاصل للطاعة وله فاصل في المعصية. سبحان الله العظيم، يعني كنت بتدبر في الآيات بتاعت هذا النوع، يعني النهاردة آيات أهل الأعراف، آيات الناس اللي لا فصلت لطاعة ولا فصلت لمعصية، آيات الناس اللي مشت في النص، آيات الناس اللي مشت عادي، اللي لا شدت حيلها كده ولا شدت حيلها كده، عاشت وماتت زي ما عاشت زي ما ماتت، زي ما اتولدت زي ما ماتت، حاجة خفيفة حصلت في الدنيا وخلاص. شوف ربنا بيقول لك ايه سبحانه وتعالى، ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. ده ربنا ما بدأش بأهل الأعراف، ده ربنا بدأ الأول باللي فصل للمعصية واللي فصل للطاعة. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، ده يعني صدود مش استكبروا عليها، عنها. تلاقي واحد كده يشمئز لما تيجي تكلمه في الدين او تكلمه في الالتزام، تلاقي ينفر كده، يعني كأن ايه جبت قطب سالك جنب قطب سالب. واستكبروا عنها نفور، تلاقي في ناس نفرة من الدين كده، مش عايزة حد يكلمها، لو حد كلمها في الدين تتخنق، لو حد كلمها عن الكورة تضحك، لو حد كلمها عن اي حاجة في الدنيا تشرب، انما في الدين ما بيطقش يسمع اصلا. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء. الصدمة بتاعتهم لما بيموتوا ويلاقوا ابواب السماء متقفله في طريق صعود الروح، ولما يجوا يرفعوا ايدهم يقولوا يا رب وابواب السماء في الدنيا مقفوله في وشهم، والعياذ بالله. لا تفتح لهم ابواب السماء، الطريق مسدود في الدنيا وبعد الموت والعياذ بالله. ولا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل لما يجي يدخل في ثقب إبرة، ينفع الجمل يدخل في ثقب إبرة؟ الجمل ربنا اداله عدسة مكبرة في عينيه، فتلاقي طفل صغير قد كده يقوده ويسوقه، فالجمل بيشوف الحاجة الصغيرة كبيرة. فهما في الدنيا كانوا يعاني حرمين نفسهم من رحمة ربنا، وشايفين ثقب الإبرة ده شايفينه باب كبير واسع. يعني مصيبة العاصي انه يعصي ربنا ويتيقله ان لسه قدامه ساعة ويقدر يتوب وقت ما يحب، ولما يحب يرجع لربنا. فهم كانوا قاعدين يضيقوا النجاة على نفسهم في الدنيا لدرجة انها بقى عاملة زي ثقب إبرة، ولكن هم شايفينها حاجة كبيرة. فيجي الجمل يدخل من ثقب الإبرة، ما ينفعش، مستحيل. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، والعياذ بالله. ده نوعية. النوعية الثانية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، في قول الله ونزعنا ما في صدورهم من غل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. الدين سهل، الدين بسيط، طاعة ربنا بسيطة، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل، يعني من أعظم أنواع نعيم الجنة إن ما فيش مشاكل نفسية في الجنة. من أعظم أنواع نعيم الجنة إن النفسيات ما هياش زي نفسيات البني ادمين في الدنيا. من اعظم انواع نعيم الجنه ان مفيش غل ما بين الناس، ان مفيش مشاكل ما بين الناس، ان مفيش خناقات ما بين الناس، ان ده مش متضايق منك وده متغاظ منك وانت كاره ده هو، وده بيحسد ده هو، وده بيحقد على ده هو، وده غير من ده هو. من اعظم انواع نعيم الجنه ان مفيش مشاكل نفسيه بين الناس وبعض، وان مفيش مشاكل نفسيه عند الناس. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الانهار. ملوك في القصور بتاعتهم والجنات بتجري من تحت القصور بتاعتهم. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار، اصحاب الجنة دخلوا الجنة، اصحاب النار دخلوا النار، واصحاب الجنة بينادوا على اصحاب النار. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. احنا لقينا كل وعود ربنا حق، في الدنيا كانت حق، وفي الاخرة كانت حق، وفي القبر كانت حق. ونادى اصحاب الجنة، يعني القضية مهمة عند اصحاب الجنة، قضية ان هم يبكتوا اصحاب النار، قضية ان هم
يذهبوا ما كان أصحاب النار بيعملوا فيهم في الدنيا. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. إحنا لقينا كل وعود ربنا في كل آية وفي كل حديث حق. إحنا لقينا وعود ربنا في الدنيا وفي القبر وفي القيامة وفي الجنة حق. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقيتم إن كل حاجة ربنا حذركم منها وكل حاجة ربنا أنذركم منها وكل حاجة ربنا خوفكم منها الأتواء حق؟ قالوا نعم، قالوا نعم. ربنا الآيات بتسترسل بعد كده وربنا يقول لك وبينهما حجاب. أهل النار ما بيتنعموش حتى إنهم يشوفوا أهل الجنة وما بيتنعموا، وأهل الجنة ما بيتعذبوش حتى إنهم يسمعوا أصوات أهل النار وما بيتعذبوا. وبينهما حجاب، زي ما كان في الدنيا بينهما حجاب، زي ما كان في الدنيا الطائع ما بيبصش للعاصي. ليه؟ مشغول بربنا، مشغول بالجنة، مشغول بطريقه. وزي ما كان العاصي ما بيبصش للطائع، ليه؟ محتقر اللي هو فيه. ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. كذلك لما ده بيدخل الجنة وده بيدخل النار بينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال، على جبال الأعراف اللي موجودة في أرض المحشر في رجالة. قال له هو لسه بعد ما الناس دخلت الجنة والناس دخلت النار لسه في ناس لا دخل الجنة ولا نار. أكبر مصيبة الإنسان بيجنيها يا جماعة إن دايما يقولك في الدنيا خليك جنب الحيط يا عم، امشي جوه الحيط يا عم. إنه بيكتشف إن الإنسان اللي من نوعية ديت في الآخر لا يوجد له أي وزن. يعني أهل الجنة بينادوا على أهل النار شوية وتلاقي ربنا بيقولك ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة وأهل النار، وأهل الأعراف واقفين ينادوا على أهل الجنة ولا حد معبرهم، ينادوا على أهل النار ولا حد بيبصلهم. نكرات، لا أهل الجنة معبرينهم ولا أهل النار معبرينهم ولا ليهم أي وزن عند دول ولا عند دول. كانوا في الدنيا فاكرين إن هم ماسكين العصا من النص، يكتشفوا في الآخرة إن ما كانش في عصا أصلا، إن هم ولا كان ليهم أي قيمة. دايما الإنسان اللي ما بيبقاش له هدف، اللي ما بيحددش لنفسه طريق، اللي ما بيفصلش الطريق، اللي ما بياخدش قرار تجاه طريق، الإنسان ده بيبقى لا يوجد له أي وزن لا في الدنيا ولا في الآخرة. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، عارفين دول وعارفين دول، كانوا متواصلين مع دول ومتواصلين مع دول، كانوا مدين جسور مع دول وكسور مع دول. مشكلة كثير من الناس انه فاكر انه هو كده وسطي وما هوش فاهم انه كده له ماشي مع دول وله ماشي مع دول. يعني واحد عايز يكسب كل حاجة فقالك انا همشي في طريق نص ما بين طريق مصر وطريق اسكندرية، ففي الاخر لو وصل مصر ولا وصل اسكندرية هي دي الحسرة بتاعت الناس دي في الاخر. الناس اللي ما فصلتش الطريق، الناس اللي ما خدتش قرار في علاقتها بربنا سبحانه وتعالى. وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار. الواحد يا إخواني مش قادر يتخيل الدرس اللي ربنا ادى للناس دي، مش قادر يتخيل. الناس دي خدت حتة درس، الناس دي وهي واقفة على جبل الأعراف كده وقاعدين يبصوا لأهل الجنة ويبصوا لأهل النار وقلوبهم تتخلع مع مشاهد النعيم وقلوبهم تتخلع مع مشاهد العذاب، وعارفين ان لو كانوا فصلوا بس الطاعة ما كانش زمانهم واقفين في الموقف ده. ان هم لما الصحف تطيرت دول خدوها بيمينهم ودول خدوها بشمالهم ودول ما خدوا الصحف، لما كفة الموازين طبت دول طبت كفة حسناتهم ودول طبت كفة سيئاتهم ودول ما طبلهمش ميزان، لما ربنا عرض عليه الناس دول قالوا هاؤم اقرأوا كتابية ودول قالوا يا ليتني لم أوت كتابية ودول لا خدوا بيمين ولا خدوا بشمال، لما الناس اقبلت على الجنة والنار دول دخلوا الجنة ودول دخلوا النار وارض ويوم القيامة. يعني انت عارف لما طالب مثلا يجي يوم النتيجة فلان ناجح فلان صائد فلان ناجح فلان صائد بس، ودول روحوا فرحانين ودول روحوا زعلانين وهو واقف في حوش المدرسة. طب انا فين؟ انت استنى بقى، انت لسه ما خدوش قرار فيك. تخيلوا الهلع بتاع القلب بتاعه وهو شايف فرح الدول وشايف صدم الدول وقاعد يتخيل في الاخر انا هبقى من دول ولا من دول. فالدرس اللي ربنا ادهولهم ان كان ما اغناكم عن الموقف اللي انتوا واقفين فيه ده، ولكن انتوا اللي مرضتوش تفصلوا للطاعة.
انتوا اللي انشغلتوا بالدنيا انشغال خلاكم مش قادرين تفصلوا لطريق ربنا. دي نوعية من النوعيات يا جماعة، النوعية اللي هي معتقدة ان هو كده كويس، ومعتقد ان هو ماشي في النص، ومعتقد انه ماسك العصاية من النص، وهو والعياذ بالله كما يقول العوام يرقص على السلم، لا هيحصل ده ولا هيحصل ده، في النهاية هيبقى واقف مشرد تائه في ارض المحشر في النهاية، لا هو مع دول ولا هو مع دول، واقف مذلول ما هوش عارف ماذا سيفعل به والى اين سيصير وماذا سيقضي الله سبحانه وتعالى فيه. دي نوعية. في نوعية تانية يا اخوانا اللي هي فصل للمعصية، فصل لطريق معصية ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو بريف هارت بس في معصية ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو خد قرار انه هيبعد عن ربنا. معرفش ازاي انسان يقدر ياخد القرار ده، ازاي انسان عاقل او مجنون، عنده عقل او ما عندوش عقل، يجرؤ ان هو ياخد قرار زي ده، او دماغه او قلبه يوصلوه انه عايش في ارض الله وعايش في دنيا منتهية وبيشوف الموت قدام عينه كل يوم، وبيشوف عاقبة المعاصي متنزلة على اصحابها، بيشوف الزاني ربنا خسف به رزقه وفقره وزله قد ايه، بيشوف كل واحد عصى ربنا ربنا عمل فيه، وهو عنده جرأة انه يعصي ربنا، ومتخيل ان هو يعيش سعيد في هذا الطريق. لا يمكن ان يكون انسان عنده عقل يقدر يحسب الحسبة دي. قال تعالى حتى اذا جاء احدهم الموت. يعني ايه جاء احدهم؟ يعني احدهم ده اي واحد اخوانا، يعني ايه اي واحد؟ يعني مش اكبر واحد في المسجد هو اكتر واحد معرض للموت خالص. يعني اكتر مين اكتر واحد فينا احتمال انه يموت؟ لو احنا عملنا نسبة كده هيجي اهل الدنيا هيقولك اكتر واحد عنده امراض اكتر واحد. انما في الدين مفيش الكلام ده، الكلام ده كلام فارغ. اكتر واحد معرض انه يموت في المسجد مين؟ اي واحد. الدين بيقول لك اي واحد. يعني ايه؟ مش اكتر واحد مريض، لا. مش اكتر واحد كبير، لا. مش اكتر، لا خالص. امال ايه؟ مفيش قوانين بتحكم قضية الموت يا اخوانا. الله حينما يشاء يقبض روح اي احد. عشان كده حتى اذا جاء احدهم، اي واحد فيهم، اي واحد ممكن يموت في اي لحظة. ودي المفاجأة، ان كل الناس لما بتيجي تموت بيبقى الموت بالنسبة لها مفاجأة. كل الناس لما بتيجي تموت، لان كل الناس حدش متوقع ان هو يموت. فربنا بيقول لك حتى اذا لما يحصل مفاجأة، لما تيجي اذا فجائية، لما يحصل مفاجأة الانسان حتى اذا جاء. يعني انت قاعد في بيتك وفجأة لقيت الباب بيخبط، ومثلا وايه دورية شرطة بتخبط عليك مقبوض عليك، انت مفاجأ، انت مش متخيل، حدث لم تكن تتخيله ولا تتوقعه. فانسان ما بين مفاجآت متوالية. حتى اذا جاء احدهم وبيروح لوحده بقى، وبيدخل الدار الاخرة دي كلها لوحده بقى. حتى يعني ممكن واحد يقول لك اسافر عمرة لبيت الله الحرام وما يقدرش يروح لوحده، يقول لك اروح لوحدي ازاي؟ اروح دولة تانية لوحدي ازاي؟ ده انت رايح عالم تاني لوحدك، ده انت رايح عالم تاني خالص، مش دولة تانية، لوحدك. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. رب ارجعون، بدأ يبص للدنيا من بره، من جوه القبر بدأ يبص للدنيا نصر التعظيم. ده كانت حتة فرصة انا ضيعتها. لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. من ورائهم برزخ ليوم يبعثون، معناه ان النقلة اللي الموت بينقل الانسان ليها نقلة فوق تصور الانسان. ده واحد كان نايم في بيتهم بقى من اهل عالم اسمه عالم البرزخ، محدش عارف عالم البرزخ ده ايه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كلمنا عنه، ولكن عالم البرزخ ده عالم لا ينفع انك ترجع الدنيا منه، ولا ينفع انك تطلع الاخرة منه. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، ممنوع ان انسان يخرج فيه، زي البرزخ بتاع التقاء البحار ببعض كده، يتكون منطقة مائية لا هي خصائصها البحر ده ولا خصائصها البحر ده، والسمك اللي عايش فيها لا هو سمك البحر ده ولا سمك البحر ده، والسمك اللي عايش فيها لو دخل البحر ده يموت ولو دخل البحر ده يموت. ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. الموت عمل في حياته مفاجأة، وعمل في حياته نقلة لم يكن يتخيلها، اتنقل لعالم تاني خالص لم يكن يتوقع. فاذا نفخ في الصور، فاذا ده لسه الاذات جاية، ده لسه المفاجآت متوالية، ده هو المفاجآت بتاعت عالم ما تحت التراب ده مفاجآت، وبعد كده مفاجآت الدار الاخرة دي مفاجآت تانية. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. كان في الدنيا باشا، كان في الدنيا
الدنيا له قرايب، كان في الدنيا له عزوة، كان في الدنيا معاه مركز علمي او مركز اجتماعي او مركز اقتصادي، يطلع يفاجأ ان المقاييس كلها اتغيرت، يفاجأ ان الموازين كلها اتغيرت، يفاجأ ان العملة الصعبة يوم القيامة ما عادتش الفلوس ولا عادت الشهادات ولا عادت. امال ايه؟ مالك يوم الدين، كان في الدنيا ايام دنيا، انما النهاردة يوم دين. الدين هو اللي له قيمة، العملة الصعبة بقت الحسنات، اللي معاه حسنات هو اللي معاه العملة الصعبة يوم القيامة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما من ثقلت موازينه، فمش ثقل ميزانه، موازينه، موضوع كبير، مقاييس تقييم الإنسان يوم القيامة كتير، فأولئك هم المفلحون. وأما من خفت موازينه، تخيل ربنا بيقول لك ثقلت موازينه وخفت موازينه، طب وفي النص؟ مفيش حاجة في النص. يعني ايه؟ يعني يا جنة يا نار. يعني ايه؟ يعني يوم القيامة يا جماعة مفيش واحد بيدخل الجنة واحد بيدخل النار، وواحد يعني ايه جاب 50% ولا بتاع يتعمل له مكان تالت؟ مفيش مكان تالت، هي يا ثقلت يا خفت، هي يا جنة يا نار، هو يا يعد من على الصراط يا يقع في جهنم، مفيش حاجة ما بين الاتنين. يوم القيامة مفيش حاجة في النص، يا ياخد كتابه بيمينه يا ياخد كتابه بشماله. وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، يعني ده مش خسر فلوس، ده خسر نفسه، في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار، لفح جهنم كده قدام وشه، وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا انت جاي بتقول الوقت ربنا، زي ما بيقول من شوية كده، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب، قال رب، في الدنيا لما كان بيقع في أزمة كان بيقول الفلوس فين، الدفتر الشيكات فين، قريبي فلان فين، صاحبي فلان فين، في الدنيا ما كانش بيفتكر ربنا ساعة الأزمات، إنما لما جه الموت غصب عنه عرف إن الأزمة اللي هو فيها مش هيحلها له غير ربنا. في مواقف هتتعرض ليها في حياتك في الدنيا وفي الآخرة لن يملك إنسان ليك فيها أي شيء إلا الله، يبقى من الأول صلح علاقتك بربنا، لأنك هتحتاجه، هتحتاجه، هتحتاجه في الدنيا، وهتحتاجه ساعة الموت، وهتحتاجه لما تنزل تحت التراب، وهتحتاجه يوم القيامة، وهتحتاجه، هتحتاجه. هو أنا ما بعبدش ربنا غير عشان الاحتياج؟ ده دافع من الدوافع، عايزين نعلى، ولكن لازم تدرك إن ده حقيقة، هتحتاج ربنا، هتحتاج ربنا. أوصل بينك وبينه عشان لما تحتاجه تلاقي الطريق بينك وبينه موصول، انما مش لما انا احتاجت المحافظ في حاجة وانا اعرف المحافظ منين يا عم، وانا اصلا هو يعرفني منين، خلاص السكة مقفولة. ولله المثل الاعلى، قال رب ارجعون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، قاعدين يصرخوا يا رب يا رب يا رب، يعني حتى بعض المفسرين قالوا انها كلمات هو قائلها، قال لك يفضلوا يصرخوا كده لحد يوم القيامه، يفضل طول القبر بتاعه يصرخ لحد يوم القيامه، قاعد بينادي. طب ما هو كان بينادي عليك امبارح وانت ما كنتش بتلبي النداء، هيلبي نداك ليه؟ لما واحد يقول لك انا بدعي ربنا وربنا ما بيستجيبش، ده كذاب، ربنا بيستجيب، ولكن انت اللي ما بتستجبش. لما الواحد بيتدبر في اسم الله القريب، ربنا قريب، امال المشكلة ايه؟ انت اللي بعيد، مش ربنا اللي بعيد، انت اللي بعيد. ربنا سبحانه وتعالى مجيب الدعاء، ولكن ربنا لما قال اجيبوا دعوة الداعي قال فليستجيبوا لي، عايزني استجيب لك استجيب لي، عايزني لبي نداءك لبي ندائي، انما الانسان عايز لا يلبي نداء الله، وربنا سبحانه على اول ما يناديه ربنا يستجيب لي. ان هذا، فدي نوعية غريبة من الناس يا جماعة، نوعية الانسان اللي فصل للمعصية. النوعية الثالثة، نوعية الانسان اللي فصل للطاعة، نوعية الانسان يعني 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 مهما تخيلت، تخيل كده الانسان اللي عاش عشان ربنا ده ربنا يعمل له ايه؟ يعني غمض كده واحلم، واحد عاش عشان ربنا، متخيل ربنا يعمل له ايه؟ متخيل ربنا يديله ايه؟ ده واحد كل قضيته في الحياة ابتغاء مرضات الله، ان ربنا يرضى، راضي يا رب، دي قضيته كلها في الحياة. اللي فصل لطاعة ربنا سبحانه وتعالى، اللي فصل لطاعة ربنا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. فوقاهم الله، مش وقوا، وقاهم الله. انت عارف
ولله المثل الأعلى. لما رئيس الدولة يتدخل بنفسه عشان مشكلة تتعلق بيك، لما ملك الدولة يتدخل بنفسه عشان مشكلة تتعلق بيك، الدنيا بتتقلب ليه؟ ده مش اتصل بواحد وقال له خد بالك منه، ده مش وصى واحد عليك، ده انت نازل رايح المصلحة ولقيت رئيس الدولة نازل المصلحة نفسه بنفسه عشان تمشي لك. الدنيا كلها بتتقلب عشانك. ده كأن الله يريد انه يعرف الناس مقام هذا الرجل. فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وما اعظم شر ذلك اليوم، وما اشد شر ذلك اليوم. 50,000 سنة شر، 50,000 سنة بهدلة، 50,000 سنة كوارث. ربنا بيقول لك فوقاهم الله شر ذلك اليوم. موضوع منتهي. ولقاهم نضرة وسرورا. جو الفرحة، جو انسان فرحان، جو انسان مسرور في وسط ارض المحشر. ولقاهم ده من هو طالع من تحت التراب، لسه بيرفع راسه من القبر ويلاقي السرور بيستنيه ويلاقي النضرة مستنيه. يعني ولا لحظة ألم ربنا يسيبك تحس بيها، ولا لحظة هم ربنا يسيبك تحس بيها، ولا لحظة خوف ربنا يسيبك تخافها، ولا لحظة معاناة ربنا يسيبك تعانيها. ايه الحب ده؟ ايه الحب ده؟ لان الانسان ده زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام ايه؟ على حب. ده ناس كانت بتحب ربنا. فربنا لما يحب بقى، شوف ربنا لما يحب عبد بيعمله ايه؟ ولقاهم نضرة وسرورة. ولا لحظة، لانه هو كان بيعامل ربنا كده، فربنا عامله كده. ان هو ما كانش بيسيب لحظة يغفل فيها عن الله سبحانه وتعالى. كان في كل لحظة قلبه ملهوف على ربنا. ربنا ما يسيبوش ولا لحظة ألم واحدة. ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا. بما صبروا دي خدها وقيس عندك. انت صبرت على ايه؟ انت صبرت على ايه؟ يا اخوانا المجهود اللي احنا بنبذله في الدين يجيب طب ولا هندسة في الثانوية العامة؟ لو طالب ثانوية عامة بذل المجهود اللي احنا بنبذله في الثانوية العامة يجيب بيه كلية ايه؟ يدخل به ايه؟ لو واحد عنده بيت وولاد بذل المجهود اللي احنا بنبذله في الطاعة، بذله في انه يجيب فلوس لبيته وولاده، يأكل به ولاده ايه ده؟ يركب به ولاده عربية شكلها ايه دي؟ يسكن به ولاده في شقة شكلها ايه دي؟ يا اخوانا المجهود اللي احنا بنبذله للدين، لو اهل الدنيا بذلوه للدنيا كانت خربت، كانت خربت من زمان. المجهود اللي احنا بنبذله للدين وفاكرين ان احنا بنعمل حاجة، شوفوا الناس بتعمل عشان الدنيا ايه؟ لا يسأم الإنسان من دعاء الخير. دعاء الخير أي عبادة الخير. يعني الناس بتصلي وتصوم للدنيا. في ناس تعس عبد الدرهم. في ناس بتصلي وتصوم للجنيه، بتصلي وتصوم للفلوس، والعياذ بالله. في ناس وصلت لهذه الدرجة. ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طب ما الجنة معناها حرير ومعناها قصور ومعناها أنهار. يعني كلمة حرير يعني نوع من ضمن مليار نوع من أنواع النعيم جوه الجنة. يعني بعد ما ربنا قال جنة، يعني ايه لازمة ان كان يتقال حريرة؟ ايه الحكمة بتاعت ان ده الحرير؟ لا، ده الحرير جاي هنا عشان ربنا يقول لك اللي تعب عشان ربنا، ربنا هينعمه في الاخرة دي. ربنا هينعمه في كل تفصيل من تفاصيل حياته في الجنة دي. ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة متكئين فيها على الأرائك. الأريكة دي اللي هي الكوشة بتاعت الفرح، الكوشة اللي هو يقعدوا كده العريس والعروس على حاجة كده زي كنبة وينزلوا عليهم كده زي سترة رقيقة كده، يشوفوا الناس من خلالها والناس تشوفهم من خلالها، ويبقى كده ايه ده العريس والعروس متكئين فيها على الأرائك. ده عريس كل يوم، ده فرح كل يوم. تخيل جو ربنا بيقولك انا اخليك كل يوم في فرحة جديدة، كل يوم في فرح جديد. ليه؟ لانه كان كل يوم بيفرح ربنا، كان كل يوم بسببه في واحد بيتوب جديد، بسببه في عبادة جديدة، بسببه في عمل صالح جديد، بسببه في سنة بتحيا جديدة. كان كل يوم بيعمل حاجة لربنا. فكل يوم ربنا بيخليه فرح جديد، كل يوم ربنا بيديله فرحة جديدة متكئين فيها على الأرائك. تخيل الإنسان، احنا بنعيش الدنيا دي كلها
بتتجوز مرة واحدة في حياتك، يعني مرة واحدة غالبا، يعني مرة واحدة في حياتك، مرة واحدة بيبقى في ليلة فرح بيسموها ليلة عمر، عند 90% من الناس لا ليلة عمر ولا حاجة، بيبقى بيجري في الشارع ولسه ما جابش مش عارف مراية الشقة ولسه ما عملش واحد وبتعدي والدنيا بتعدي، ويقول لك ده دي ليلة العمر بقى. يا سلام، تخيل بقى انت كل ليلة في الجنة ليلة عمر، انت كل يوم في الجنة يوم عمر، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، لانهم ياما شافوا الشمس والزمهرير عشان الدعوة الى الله وعشان عبادة ربنا، ياما في الزمهرير وقفوا يصلوا قيام ليل، ياما في الشمس نزلوا يزوروا يتامى ويودوا معونات لأسر فقيرة ويشتغلوا في الدعوة الى الله، ياما تعبوا في الشمس والزمهرير، ما كانش في حاجة عندهم اسمها في الشمس اقعد في بيتي وفي الزمهرير انزل تحت البطانية، كانوا بيعبدوا ربنا مهما كان الظروف، فربنا بينعمهم بلا اي منغص لهذا النعيم، متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. جو الحب، جو انك موجود في مكان كل حاجة فيه بتحبك، حتى اغصان الاشجار بتحبك، حتى يعني مش الملائكة بتحبك والطيور اللي فيها بتحبك والحور اللي فيها بتحبك، ده انت اغصان الاشجار دانية عليهم يعني كأنه قاعد باشا كده والغصن هو اللي جاي عليه، دانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة، يطاف لأنهم ياما طافوا ياما تعبوا ياما لفوا ياما اجتهدوا عشان ربنا سبحانه وتعالى، النهاردة هم اللي بيطاف عليهم بقى، النهاردة هم اللي بيبذل الجهد في خدمتهم بقى، كما قال كما في الأثر من أثار بني إسرائيل، يا دنيا من خدمك، اللي هيبقى خدام ليكي فاستخدميه، خليه خدام لحد ما يموت، ومن خدمني، اللي هيركز انه يبقى خدام لدين ربنا فاخدميه، اتحولي الخدامة ليه. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير، قوارير من فضة قدروها تقديرة، قدروها تقديرة ديت، يقولك دايما ايه المقادير بتاعت صينية البسبوسة دي، ايه المقادير بتاع نوع البسكوت ده، ايه المقادير والنسب بتاعت المكونات بتاعت ايه، المواصفات القياسية، انسان كل حاجة بيتنعم فيها ايزو 9002، لا ايزو جنة بقى مش ايزو 9002، انسان بيتنعم بالمواصفات القياسية للنعيم، انسان كل حاجة بيشربها كل حاجة بيأكلها كل حاجة عينه بتقع عليها بالمواصفات القياسية للإسعاد والإبهاج والإفراح وإدخال السرور على القلب، قدروها تقديرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، مزاج الأمزجة لما بتدخل معناها التفنن بقى، التفنن في أنواع الطعام والشراب، الراجل ده كان بيتفنن في الطاعة، الراجل ده كان بيبدع، كان بيبدع مش بيبتدع، كان بيبدع في إرضاء الله سبحانه وتعالى، كان بيتفنن يرضي ربنا ازاي، كان بيتفنن يخدم دين ربنا ازاي، كان بيتفنن ينشر دعوة ربنا ازاي، فالنهاردة في الجنة الملائكة بتتفنن بأمر الله سبحانه وتعالى يتنعم ازاي، يتنعم ازاي، كان مزاجها زنجبيلة عينا فيها تسمى سلسبيلة، تسمى هو الجنة فيها أماكن لها أسماء، الجنة فيها أماكن تسمى سلسبيلة، يعني الجنة فيها أماكن لها أسماء، طب الدنيا إيه الأماكن لها أسماء، شرم، جولف، جولف بورتو، مارينا، هايسين دباي، الشط اسكندرية مثلا، كل واحد على حسب اللي ربنا بيدوله، يعني الجنة فيها أماكن سياحية زي ما كان في الدنيا فيها أماكن سياحية، يا ترى المنتجعات السياحية بتاعت الفردوس الأعلى دي شكلها إيه؟ يا ترى المنتجعات السياحية بتاعت أعلى الجنة دي شكلها إيه؟ يا ترى أماكن النعيم اللي ربنا بقى جوه الجنة خللها أسماء، يعني في منتجع سياحي كده جوه الجنة اسمه الريان، منتجع سياحي كده جوه الجنة اسمه الريان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة باب، مش إن للجنة باب، يعني مش باب من ضمن الأول برة، إن في الجنة باب، يعني منتجع، في منتجعات سياحية في الدنيا كده
اللي عايز يدخل يدخل، وفي منتجعات لا بالكارنيه مش اي حد بيدخل، اللي له مكان جوه اللي اسمه بس موجود ضمن الكشف اللي ينفع ان هو يدخل. ففي منتجع سياحي في الجنه كبير كده مش اي حد يدخل فيه، اسمه الريان. الريان ده الذي ترتوي فيه جميع الشهوات، ان في الجنه باب يقال له الريان يدخل منه الصائمون. يقال اين الصائمون؟ فاذا دخلوا اغلق عليهم فلم يدخل بعدهم احد. تخيل جوه الجنه، ده نعيم جوه الجنه زياده. يعني ايه؟ يعني نعيم فوق النعيم، يعني جنه سوبر جنه بقى، في جنه وفي سوبر جنه، يعني في اماكن في الجنه فيها نعيم زائد عن نعيم الجنه نفسه، ومش اي حد بيدخل يتنعم فيها، ومش اي حد. زي بالظبط المنتجعات السعيه بتاعه الفئات المخصوصه. هو في الجنه طبقيه يا جماعه؟ في الجنه طبقيه. لا، في الجنه طبقيه. ازاي؟ طبقيه الدنيا كانت حسب الفلوس، طبقيه الجنه حسب العمل الصالح. في ناس موتت نفسها في الدنيا عشان ربنا، دول ربنا هيعاملهم زي بقيه الناس. امال الجنه فيها فردوس اعلى وفيها اصحاب يمين ليه؟ امال الجنه درجاتها بعدد درجات القران ليه؟ لان على حسب طبقت من الدين قد ايه، واقبلت على القران قد ايه، وتعبت عشان ربنا سبحانه وتعالى قد ايه. عشان كده اخواني واحبابي في الله، ونحن في رمضان، ونحن في رمضان، يعني عايزين نقول رمضان يا اما يرفعك يا اما يضيعك. رمضان ده اسانسير، يا تركبه تطلع بيه يا تركبه تنزل بيه. انت كده كده تركبه، كده كده احنا جوه اسانسير رمضان، كده كده يا هيطلع بيك يا هينزل بيك. هيطلع بيك لاعلى درجة الجنة، يا ينزل بيك في النار والعياذ بالله. ازاي ينزل بيك؟ زي ما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا جبريل وقف له على المنبر. وقف له على المنبر ده معناه ايه؟ يعني النبي طالع يقول كلام في موضوع معين، وسيدنا جبريل موقفه في موضوع تاني، موضوع تاني في موضوع اخطر من اي موضوع الوقت. ايه هو؟ بعد يترمي في جهنم والعياذ بالله، البعيد يروح جهنم. من ادرك رمضان ولم يغفر له، كأن يعني رمضان، اللي بيستهين برمضان، اللي ما بيحتفلش ايمانيا برمضان، عامل زي ما بالظبط كده اعمل لك عزومه، اجيب لك 5 خرفان اذبحهم واشويهم، و20 ديك رومي اعملهم لك، و10 بطاط، واعمل لك حمام محشي، واعمل لك صواني، واعمل لك قصص وحكايات، وفي الاخر اقول لك اتفضل. الله، اصل انا مش فاضي، اصل انا عندي موسم، اصل موسم بعد كل اللي عملته لك ده، في الاخر مش فاضي. فتخيل بعد وليمة رمضان اللي ربنا عملها لنا، ابواب الجنة الـ7 الـ8 مفتوحة، ابواب السماوات مفتوحة، ابواب خزائن الله مفتوحة، في الاخر والله يا رب ما اناش فاضي رمضان السنة دي، مش فاضي بقى ان انا اجتهد واتعب وما عنديش خلق بقى ان انا واصل واقعد 30 يوم ورا بعض اعبد ربنا، مش فاضي. بعد في النار من ادرك رمضان ولم يغفر له. اللي هيجي رمضان وهيستهين بيه وهيغفل عنه، رمضان بدل ما يرفعه هيضيعه. ولا يذهب الى اقول قولي هذا، واستغفر الله ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على الحبيب محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، سيدنا طلحة بن عبيد الله وهو نايم شاف رؤية عجيبة جدا. كان في 2 من الصحابة من قبيلة اسمها قضاعة، من قبيلة اسمها بلا، حي من قضاعة، فواحد منهم قاتل في سبيل الله استشهد، وواحد منهم عاش بعديه سنة، وبعد كده مات على سريره، بقى ايه، مات على فراشه، موت عادية خالص. سيدنا طلحة نام، حلم ان باب الجنة اتفتح. اللي نام على سريره اتأخر سنة، عاش سنة زيادة ونام على سريره، دخل الجنة الأول، والتاني اتقال له لا لسه
مش وقت يدخلك الجنة، التاني اتأخر عن الأولاني. الصحابة طبعا عندهم ان الشهادة في سبيل الله دي كل حاجة، وان دي اعلى حاجة في الدين. فالصحابة قعدوا يتكلموا مع بعض، ازاي ده يحصل واحد يموت على سريره يسبق واحد مات شهيد في سبيل الله؟ فذهب طلحة بن عبيد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اي ذلك تعجبون؟ يعني دلالة ان الصحابة كانوا في غاية التعجب. من اي ذلك تعجبون؟ الم يعش بعده عام وصام رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا صلاة سنة او صلاة سنة حسب القراءتين اللي في الحديث، وصلى 6000 ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم مستغربين من ايه، هو مش لاحق رمضان ولاحق اخواننا؟ يعني في كفتين ميزان، كفة فيها الشهادة في سبيل الله وكفة فيها رمضان، كفة فيها الجهاد وكفة فيها رمضان. رمضان هو اللي رجح، رمضان هو اللي سبق. يعني رمضان يرفعك في الجنة فوق درجات المجاهدين، بس المجاهد اجهد نفسه ودمه وماله عشان الجهاد. انت تجهد نفسك في العبادة برضه، مش العبادة الصلنسية اللي كثير من الناس بيعبد ربنا بيها في رمضان، العبادة اللي بحقه حقيقي، العبادة اللي فيها جهد واجهاد للنفس في سبيل الله سبحانه وتعالى. يعني رمضان لما الرجل قال: وصمت رمضان وقمت فأين أنا؟ النبي قال له: مع الصديقين والشهداء. رمضان يرفعك في الجنة لدرجة الصديقين. بعد كده حديث طلحة بن عبيد الله: رمضان يرفعك في الجنة لدرجة الشهداء وأعلى من درجة المجاهدين. ولما جت أم سليم للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له: أبو طلحة راح يحج وسابني، راح يحج وسابني، حزينة. قال لها: عمره في رمضان تعدل حجة معي، عمره في رمضان تعدل حجة معي. يعني انت فاتك حجة مع طلحة، انت قدامك فرصة الحجة مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بايه؟ بعمرة في رمضان. يعني في رمضان الاعمال بتضعف للدرجة دي، العمرة اللي هي نافلة تبقى ميزانها عند ربنا حجة اللي هي فريضة، وكمان حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مقام صحبة النبي، يعني تبقى زي الصحابة، يعني تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رمضان ممكن يرفعك لدرجة الصحابة في الجنة لو انت اجتهدت فيه. رمضان ممكن ينولك فرصة انك تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمره في رمضان تعدل حجة معي، ما هو اللي بيصحب النبي في الدنيا على سنته بيصحب النبي في الجنة عليه الصلاة والسلام. فانت كأنك صاحبت النبي في الدنيا فتصحبه في الجنة. فتخيل مضاعفة الأعمال في رمضان ممكن توصل لدرجة ايه؟ ممكن توصل لدرجة ان العمرة النافلة بفريضة. قيس بقى على كده كل ركعتين سنة، قيس بقى صفحة القرآن ممكن تضاعف قد ايه، قيس درجة مضاعفة الاعمال في رمضان ممكن توصل لدرجة ايه. لما ربنا سبحانه وتعالى قال: ليلة القدر خير من 1000 شهر، يعني 60000 ضعف، 60000 ضعف. يعني ليلة القدر اللي محدش عارف هي امتى، لا حد عارف هي ليلة 27 ولا 25 ولا حد يعرف هي امتى. والنشنجية ممكن ينجحوا انما عمرهم ما يتفوقوا ابدا. يعني ليلة القدر مش بتاعت النشنجية، ليلة القدر بتاعت اللي ماشيين على الصراط المستقيم في رمضان، وبيعتبروا ان كل ليالي رمضان في غاية الخطورة. ليلة القدر خير من 1000 شهر، 60000 ضعف. يعني تخيل لو انت قريت 10 أجزاء قرآن فيها ب20000 ختمة قرآن في ليلة، في ليلة حسناتك تضاف 20000 ختمة قرآن. لو ختمت القرآن فيها مرة ب60000 ختمة قرآن. لو انت فطرت فيها صايم ب60000 صايم تفطرهم. لو انت طلعت فيها صدقة الجنيه ب60000 جنيه، والله يضاعف لمن يشاء. انت متخيل الركعة ب60000 ركعة، ليلة واحدة تعبد ربنا فيها يتحط في ميزانك قيام 60000 ليلة. متخيل درجة المضاعفة؟ ودي ليلة، ده النبي بيقول فيه ليلة. يعني ايه؟ يعني النبي لما قال لله في كل يوم وليلة عتقاء من النار، كل ليلة يا جماعة، كل ليلة في رمضان في عتقاء من النار، كل ليلة في رمضان ربنا بيتنزل تلتين الليل، يعني من والناس طالعة من التراويح كده تلتين الليل الاخرين لاجابة الدعاء.
كل ليلة في رمضان كان جبريل بيتنزل على النبي عليه الصلاة والسلام يدرس القرآن. ليلة القدر بتبقى الملائكة في الأرض أكبر من عدد الحصى. كل ليلة يعني رمضان ده مجمع الفتوحات. كل ليلة ليك دعوة مستجابة. رمضان ده مجمع الفتوحات كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست خلين من رمضان، وأنزل الإنجيل لثلاث عشر مضت من رمضان، وأنزل الزبور لثمان عشر مضت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلين من رمضان. هو إيه ده؟ الإنجيل نزل في رمضان، والتوراة نزلت في رمضان، والزبور نزل في رمضان، والقرآن نزل في رمضان، وصحف إبراهيم نزل في رمضان. يعني رمضان ده شهر ربنا اصطفاه ينور في حياة الناس. يعني رمضان ده شهر الله اصطفاه عشان أنوار السماء تتنزل على الأرض، عشان أنوار السماء تنور لأهل الأرض. وفي أي ليلة؟ من أول ليلة نزل صحف إبراهيم، ليلة سبعة نزل الإنجيل، ليلة 14 نزلت التوراة، يعني ليلة 25 نزل القرآن. في أي ليلة؟ كأن رمضان نشن على كل الليالي. ما تفضلش ليلة عن ليلة، او ما تجيش في ليلة تعبد وليلة تنام، لان كل الليالي عظيمة، وكل الليالي ممكن يتنزل فيها الانوار، وكل الليالي فيها دعاء مستجاب، وكل الايام فيها دعاء مستجاب. اخواني واحبابي في الله، يعني احنا الان في شهر عظيم، النهاردة ستة رمضان، مع اذان المغرب هندخل في ليلة سبعة رمضان. موضوع سريع جدا، والموضوع فعلا زي ما ربنا قال اياما معدودات، رمضان بيعدي بسرعة جدا جدا جدا. عايزين نركز في رمضان. الطفلين اللي نزلوا في غزوة بدر قتل ابو جهل، ازاي يعني طفلين يقتلوا شارون في معركة مع اليهود؟ ازاي يعني؟ قالك لانهم كانوا مركزين، لانهم كانوا نازلين احد محددين هدف واحد بس، ابو جهل. يبقى انت مهما كان هدفك عالي في رمضان، بس حددت هدف معين ان شاء الله هتجيبه. حدد لنفسك هدف، حدد لنفسك هدف في الختم القرآن، هدف في عبادة ربنا، هدف في قيام الليل. حدد لنفسك هدف في رمضان، علي همتك. قائد المسلمين اللي زوجته بتقول له قبل المعركة مع الروم: ان اشتد الوطيس فاين اجدك؟ الاقيك فين؟ الا اطلبيني في خيمة قائد الروم. الراجل ما بيخافش من الموت. في خيمة قائد الروم، فان لم تجديني فانا في الجنة، يبقى انا مت على طول. فلما اشتد الوطيس وصل الى خيمة قائد الروم فوجد زوجته قد سبقت. يعني الراجل بيقول لها: انا في خيمة قائد الروم، لو ما انا شناك انا في الجنة، انا مت. قول لأهلك كده، قول لهم: انا في المسجد، انا على سجادة الصلاة في رمضان، ما لقتونيش في المسجد يبقى انا مت. انا علي همتك في رمضان، علي همتك. المرأة اللي جات للنبي عليه الصلاة والسلام قالت له: يا رسول الله انا باسرع، انا عندي مرض الصرع شليل لحياتي ومقاف لحياتي، ادعو الله ان يشفيني. قال لها: ان شئت دعوت الله فشفاك، وان شئت صبرت ولك الجنة. النبي حط لها كفتين ميزان، كفة فيها الشفاء وكفة فيها الجنة. الست اختارت الجنة، قالت له: اصبر ولي الجنة. الواحد بيتعجب يا اخواني، الست دي قررت باذن الله انها هتصبر طول عمرها على هذا المرض الشديد عشان الجنة. انت قدامك 30 يوم بس تصبر عليهم وتاخد الجنة، مش قدامك صبر على مرض، ولا صبر على جهاد، ولا انت قدامك صبر على ألذ شيء في الدنيا وهو عبادة الله. 30 يوم وتاخد الجنة. واحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي، ابواب الجنة الثمانية مفتوحة، اوكازيون على الجنة. رمضان يساوي اوكازيون على الجنة، حتى قصور الفردوس على اوكازيون. اللي عايز الجنة يجري. عشان كده ما بيقدرش قيمة رمضان غير اللي مقدر قيمة الجنة. اللي مش مقدر قيمة الجنة يا جماعة، رمضان بالنسبة له مسلسلات، مباريات، رمضان بالنسبة له يميش، رمضان بالنسبة له جو جميل. انما اللي مقدر قيمة الجنة عارف ان الوقت اهو، واحنا بنتكلم مع بعض، ابواب الجنة الثمانية مفتوحة، الوقت اهو، ابواب السماوات السبعة مفتوحة. ادعي ربنا وقول: يا رب فرصة، معاك شيكات ممضية على بياض، معاك دفتر شيكات على بياض، الملك موقع ليك على ما تشاء. اطلب من الله، في حد يضيع الفرصة دي؟ وانت قاعد دلوقتي ابواب خزائن الله سبحانه وتعالى مفتوحة، فمن يضيع هذه الفرصة العظيمة؟ اخواني واحبابي في الله،
يعني لازم نحذر من عدم الاستمرار. في ناس تيجي تعبد ربنا اول يومين الخبطة الاولانية ديت وبعد كده ينام بقى لحد العشر الاواخر. يا اخوانا الاستمرار، الراجل لما اتقفل عليه الصخرة وقال يا رب انا ببر امي وابويا وفي ليلة من الليالي جيت متأخر لقيتهم ناموا، فضلت واقف عند راسهم لا راضى اكل عيالي ولا راضى اكل ولا راضى اقعد ولا راضى نام ولا راضى صحيهم ولا راضي. ليه؟ لانه مستمر على عمل معين، فلما ابتلي في العمل ده صمم ان هو يكمل على نفس المستوى بتاعه، فربنا فتح له الصخرة. عشان ايه؟ عشان الاستمرار على العمل الصالح، عشان المداومة على العمل الصالح. يا اخوانا الاستمرار، النفسية المصرية مش مبنية على الاستمرار، النفسية المصرية مش متعودة انها تستمر. بنتقلب حتى في الدنيا طباع، لازم نتخلص من الطبع ده، وإلا الجنة مش معمولة للي بيمشي على سطر ويسيب سطر، الجنة معمولة للمستمرين. أحب الأعمال إلى الله أدوامها الاستمرار، وإن قل كان عمله ديمة أو كان عمله دايمة، كان بيستمر عليه الصلاة والسلام. عايزين نتعلم الاستمرار، عايزين نتعلم الثبات، عايزين نتعلم الاستمرارية بإذن الله سبحانه وتعالى في الطريق إلى جنة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين، اللهم بلغنا ليلة القدر، فإن من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من الفائزين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا في رمضان، اللهم بارك لنا في ليلنا ونهارنا في رمضان، اللهم استعملنا في عبادتك وطاعتك في رمضان. اللهم إنا نلتمس رضاك فارض عنا، اللهم إنا نلتمس هداك فاهدنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نضيع وأنت مولانا، ولا نضل وأنت هادينا، حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم قو في رضاك عزمنا، اللهم أضئ قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم بظمائنا الآن يا رب، اللهم بمكثنا في بيتك الآن يا رب، اللهم بإقبالنا على وجهك يا رب، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم لا تخرجنا من بيتك الآن إلا وقد أعتقت رقابنا من النار. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة نصوحة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.